في عناوين النشرة: المرحلة الحاسمة من فجر الجرود، الجيش على تخوم النصر، ومشارف الكف الاستراتيجي. استشهاد عسكري وإصابة 4 في تفكيك مفخخة في جرود عرسل. في معارك القلمون، مزيد من المواقع الاستراتيجية في قبضة حزب الله والجيش السوري. جلسة مساءلة للحكومة عن سياسة الهدر والفساد. مش كأنه الشعب اللبناني مش مقتنع بشيء بكل شيء عم تعمله الحكومة أول ما اجت لهلأ. سألنا التفتيش المركزي أين هي مكامن الفساد في الدولة اللبنانية؟ وأين هي مكامن الهدر؟ أجاب رئيس التفتيش المركزي: هي في قرارات الوزراء. وإن شاء الله ما تحاسبوا عليها. أهلا بكم. وفي اليوم الرابع انطلقت المرحلة الثالثة والحاسمة من عملية فجر الجرود، حيث يخوض الجيش أشرس المعارك ضد مقاتلي داعش الهاربين إلى مغاور الكهف أو ما يعرف بحقاب الكف، وهي تلال استراتيجية حاكمة في جرود رأس بعلبك والقاع. بات الجيش يسيطر على جزء منها جاثما على تخوم النصر على الإرهاب بعد تضييق الخناق عليه وحصره في بضعة كيلومترات. وفي خضم إنجازات الجيش البطولية، استشهد عسكري وأصيب 4 جنود أثناء العمل على تفكيك مفخخات من مخلفات الإرهابيين في جرود عرسال فجرا. وعلى المقلب السوري أيضا، مزيد من الانتصارات يحققها الجيش السوري وحزب الله بالسيطرة على مواقع ومرتفعات مهمة وبالقضاء على الدواعش موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم. أما في المعارك السياسية الفارغة، فكان اللبنانيون على موعد مع جلسة نيابية لمناقشة سياسة الحكومة، حيث تطرح فيها شتى الملفات من معارك الجرود إلى زيارة سوريا، وصولا إلى صفقات الهدر والفساد وما أكثرها. وكانت لافتة مداخلات النائب سامي الجميل، الذي أكد فيها أن غلاء المعيشة سيزداد بين 10 و20% بسبب الضرائب التي أقرت، وقال: نحضر طعنا بقانون الضرائب، ونناشد كل من يرفض الضرائب أن يوقع معنا. إذن ننتقل مباشرة إلى جرود رأس بعلبك مع الزميلة فتون رعد. فتون، أهلا بك. ما هي آخر التطورات في معركة فجر الجرود؟ شادي، يمكننا القول أن الجيش بات في المرحلة الأخيرة من عملية فجر الجرود، لأنه بات يسيطر على تلة الكف وأمامه منحدرين، ويستطيع عناصر الجيش اللبناني عندها رؤية الأراضي السورية بالعين المجردة. إذن رأس الكف، لماذا هذه الأهمية ولماذا كان الجيش منذ البداية عينه عليها؟ لأن هناك تتركز مركز قيادة داعش في كان هناك يعني عناصر داعش يتحصنون وكانوا يهربون إليها كخط خلفي منذ بداية المعركة. اليوم إذن بات الجيش يسيطر على هذه التلة الاستراتيجية، وبالتالي يحكم سيطرته على جرود رأس بعلبك. أما من ناحية جرود القاع، فالسيطرة عليها هي في عهدة الجيش السوري و حزب الله، لأن مركز عمليات داعش في هذه الجرود هي من الجهة السورية وليس من الجهة اللبنانية. إذن كما قلنا، الجيش اليوم منذ ساعات الصباح الأولى كثف عملياته، كثف القصف المدفعي، وبدأ هجومه باتجاه هذه التلة وباتجاه الحسم. وعندما وصل إلى مشاريفها، تقدم فوج الهندسة لكي ينظف المنطقة من مخلفات عناصر داعش.
فالعناصر أو التنظيم تنظيم الدولة الإسلامية كان زرع المنطقة بالألغام وبالعبوات الناسفة. تستطيعون في الكاميرا طبعا هذه النقطة الأقرب المسموح لنا بالوقوف فيها خلف هذه التلة التي ترونها بعدسة الزميل هشام العراوي. خلفها مباشرة هناك ما يعرف برأس الكهف الاستراتيجية، هذا إذن من جهة الحدود اللبنانية. أما من جهة الحدود السورية في القلمون الغربي فمنذ الصباح أعلن الإعلام الحربي المركزي التابع لحزب الله أن الجيش السوري وحزب الله تابعوا تقدمهم في محورين أساسيين، المحور الشرقي وسيطروا على مرتفع شعبة صدر بيت بدران وهي في غرب جبل الموصل ووادي شعبة حرفوش وشعبة البطيخ والمصطبة. أما في المحور الشمالي فسيطروا على مرتفع شعبة عجلون الكبير، ويبعد هذا المرتفع شادي جنوبا عن مرتفع قرنة عجلون حوالي كيلومتر واحد ويشرف على معبر سن فيخة المعبد بالأسفلت، ويصل هذا المعبد بريج بالقاع إضافة لاتصاله بمعبر ميرا إضافة للسيطرة على مرتفع وادي حوارنا. وأيضا في تقدم استراتيجي سيطروا على مرتفع سن وادي الكروم وهو يشرف على معبر الشيخ علي الذي يصل الأراضي السورية من جرد قارة ومرتفع حليمة قارة إلى جرود عرسال اللبنانية، وذلك في المحور الشرقي لجرود القلمون الغربي إضافة لسيطرة على منطقة أرض ظهر علي. وإذا هناك أيضا عثر الجيش السوري وحزب الله كما في الجهة اللبنانية عثر الجيش اللبناني عثروا على مخلفات داعش. إذن باختصار وبصورة عامة من الجهتين من الجهة اللبنانية ومن الجهة السورية نرى أن القوات التي تقاتل داعش تقترب وتطبق السيطرة وتحاول حصر ومحاصرة بالأحرى التنظيم ومن تبقى منه على قيد الحياة في منطقة محددة. شادي. نعم فتون، شكرا لك على هذه الرسالة. استشهد عسكري وأصيب 4 آخرون فجر اليوم في تفكيك مفخخة من مخلفات الإرهابيين في جرود عرسال، والشهيد هو العريف عباس كمال جعفر الذي استشهد في محلة وادي الخشن جرود عرسال أثناء مشاركته في تفكيك نسفية مفخخة وقد نعته قيادة الجيش. والشهيد جعفر من مواليد صور 1983 متأهل وحائز على تنويه من قائد الجيش وتهنئته 3 مرات وتهنئة من وزير الداخلية. ما جديد التطورات العسكرية في معارك جرود القلمون الغربي؟ وفي اليوم الرابع على معارك إن عدتم عدنا، صيد عسكري ثمين بات في حوزة المقاومة والجيش السوري تمثل بعثور عناصرهما على أجهزة الاتصال اللاسلكي لغرفة إشارة داعش بحسب ما أفاد الإعلام الحربي، من بينها أجهزة مشفرة إضافة إلى عثورهما على أسلحة متوسطة وثقيلة خلال التقدم في المحور الجنوبي في جرود القلمون الغربي. ويأتي هذا الإنجاز في وقت يواصل الجيش السوري وعناصر المقاومة تقدمهما في محاور جرود القلمون الغربي. وبحسب المعلومات التي أوردها الإعلام الحربي فقد تمكنت المقاومة والجيش السوري من السيطرة على في المحور الشرقي على مرتفع شعبة صدر بيت بدران غربي جبل الموصل ووادي شعبة حرفوش وشعبة البطيخ والمصطبة، وفي المحور الشمالي سيطرا على مرتفع شعبة عجلون الكبير الذي يبعد جنوبا عن مرتفع قرنة عجلون نحو كيلومتر واحد ويشرف على معبر سنفيخة المعبد بالإسفلت والذي يصل لبريج بالقاع إضافة لاتصاله بمعبر ميرا. كذلك سيطرا على مرتفع وادي حوراتة. في مجلس النواب التأهمت الجلسة العامة لمناقشة سياسة الحكومة، ومن هناك تنضم إلينا الزميلة ليال سعد. ليال أهلا بك، ما هي أبرز الملفات التي طرحها النواب في مداخلاتهم إضافة إلى أجواء الجلسة؟
نعم شادي، إذن الملف الأهم أو ما التف حوله جميع الوزراء والنواب أو النواب تحديدا هو التضامن مع الجيش والمعركة التي يقوم بها الجيش اللبناني في جرود رأس بعلبك والقاع، وكان الموقف الأبرز أو الأكثر اقتضابا أيضا للنائب نوار الساحلي الذي قال لا يجب مناقشة الحكومة بل يجب الالتفاف حولها لدعمها في معركتها ضد الإرهاب. أيضا كانت كلمة لافتة للنائب أنطوان زهرة الذي قال حكومة استعادة الثقة ليست لم تستحق هذه الثقة، وأحدا لا يثق بما تقوم لأن الفساد في الجمعيات وكلها ممولة من أموال الناس وتدرج في الموازنة. أيضا كان هناك كلام لافت للنائب حسن فضل الله الذي يعني تكلم عن عدة ملفات في الفساد، إن كان في الملف الصحي ملف وما سماه بالهدر المقونن، فقال أنه يمر بالموازنة، وقال أن هناك ديون متراكمة حكوميا على الاتصالات تصل إلى 600 مليون دولار. تكلم أيضا عن عقود أجار تتسبب بهدر كبير من أموال الناس وأموال الدولة. أيضا تكلم عن هبة لجمعية ب 6 مليار ليرة لبنانية كل مصروفها من الدولة اللبنانية، تقوم وزارة الطاقة بتمويلها سنويا. أيضا تكلم عن المشاعات وأملاك الدولة وغيرها من الملفات، وقال سألت رئيس دائرة التفتيش المركزي أين الهدر وما مصدر الفساد، فقال هي في قرارات الوزراء. وقال أتمنى أو توجه إلى النواب والوزراء قائلا أنه إن شاء الله ما تحاسبوه. أجاب الرئيس بري ممنوع يحاسبوه، الدستور يمنع ذلك. وأيضا كانت كلمة لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي تكلم عن معركة الجرود، وقال الحكومة كانت نائمة خلال المعركة التي كانت تدور في جرود عرسال وفجأة استفاقت، واليوم تخوض المعركة في جرود رأس بعلبك والقاع. كنا نتمنى أن تكون الحكومة أيضا جاهزة لخوض المعركة الأولى، أين كانت الدولة؟ وأيضا تكلم عن زيارة الوزراء بعض الوزراء في الحكومة إلى سوريا، وقال الوزراء يقولون أنهم زاروا سوريا بصفة رسمية، أما الحكومة فقالت أنهم يزورون سوريا بصفة غير رسمية. فقال أريد من الحكومة رقم واحد التكلم مع الحكومة، رقم اثنين لنعرف ما إذا كانت هذه الزيارة رسمية أم لا. وأيضا كانت كلمة للنائب إبراهيم كنعان الذي كانت له الحصة الأسد في التكلم عن الموازنة، فاختصر الموضوع الرئيس بري وقال له أعطينا الموازنة اللي تكون بمثابة عيدية للنواب، فقال نحن بصدد الانتهاء منها وسنعطيكم هذه الموازنة. وأيضا حتى الآن هناك نحو 14 نائب طلبوا الكلام وتكلموا، ولا يزال هناك نحو 6 نواب على لائحة طالبي الكلام ليأتي بعدها الرد من الرئيس الحريري، ومن المتوقع أن يأتي الرد في الجلسة المسائية عند الساعة 6:00. حتى هذه الأثناء لا تزال الجلسة الصباحية وهي جلسة ثانية لمساءلة ومناقشة الحكومة مستمرة. أي جديد نكون معكم به شادي؟ والآن نستمع إلى أبرز ما أتى على لسان النواب. غير أن الإنجاز الذي يكتبه الجيش اللبناني بدماء أبطاله هو أغلى الإنجازات علينا جميعا، ونحن اليوم نؤكد مجددا بأننا سنعمل على إجراء الانتخابات وفقا للقانون الجديد، وعلى تأمين كافة الشروط الأمنية والتقنية المطلوبة لانتخابات نزيهة وديمقراطية. حكومي صحيح لم يمضي سنة على إنشائها بعد انطلاق العهد الجديد، ولكن عنوان بيان الوزاري اللي حازت على أساس الثقة كان حكومة استعادة الثقة. اليوم وبكل تحفظ واحترام لكل فرد بهذه الحكومة من رئيسها إلى كل أعضائها، الثقة معدومة. عندما سألنا التفتيش المركزي أين هي مكامن الفساد في الدولة اللبنانية وأين هي مكامن الهدر، أجاب رئيس التفتيش المركزي هي في قرارات الوزراء، وإن شاء الله ما تحاسبوا عليها. هذا مسجل بمحضر أحد اللجان وهذا اللي سألناه. ممنوع يحاسبوه.
ممنوع ان شاء الله. ممنوع يحاسبوه ان شاء الله بوجودك دولة الرئيس ما بيحاسبوه. لا لا ممنوع قانونا ممنوع. طيب القانون بيعطي 1348 مليار لتسليح الجيش على 5 سنوات وفي اعتمادات مبرمجة، يعني من 16 2016 2017 إلى 2020 سنة 2 3 4 5، لكن لا شفنا بال 16 الاعتماد اللي ملحوظ فيه اللي هو بقيمة 256 مليار، ولا شفنا بال 17 بالموازنة اللي اجت اعتماد للجيش أو ببرنامج تسليح الجيش. كل يلي شككوا بقدرة الجيش بالدفاع عن لبنان أنه يحوي الجيش عم بيدافع عن كل لبنان، عم بيفرجينا إمكانياته. دولة الرئيس حصل بالمرحلة الأخيرة صفقات تبادل أسرى، خرجوا ناس متهمين بالإرهاب وملاحقين وناطرين محاكماتهم ظهروا من السجن. هل هناك قرار قضائي سمح بذلك؟ اتمنى وزير العدل يجاوبنا. هل رئيس الجمهورية عمل عفو؟ هذه الحكومة قدمت لنا مشروع ضرائب، خونتنا، انتو شعبويين، انتو دني، انتو عيدا، بالاخر صوت عليها للضرائب. اضطر رئيس الجمهورية يدعي كل النواب تيشوف كيف بده يعالج هالخطيئة اللي ارتكبت، وهلأ قاعدين كلهم هون عم يبحثوا كيف بدهم يرقعوا خبرية يلي هي التناقضات والأخطاء والكوارث يلي موجودة بالضرائب يلي أقرت بمجلس النواب. أنا بناشد زملائي اللي موجودين، بناشدهم، عم نحضر طعم بهيدي الضرائب. صار عنا 7 أمضاوات، ناقصنا 3 أمضاوات، على الأقل تركوا القضاء يحاول يعمل شغله بطريقة صحيحة. بعد الإعلان نصر الله يلتقي الأنصاري. أهلا بكم من جديد. يواصل معاون وزير الخارجية الإيراني حسين جابري أنصاري زيارته بيروت في يومها الثاني، وقد التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بحضور السفير الإيراني في بيروت السيد فتح علي والوفد المرافق، وجرى استعراض آخر الأوضاع السياسية والعامة في لبنان وسوريا والمنطقة. وفي مقر السفارة الإيرانية في بيروت التقى المسؤول الإيراني حسين جابري الأنصاري وفدا من ممثلي الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في حضور السفير الإيراني محمد فتح علي والنائب أجوب بكرادونيا ونائب رئيس مجلس النواب السابق إليل فرزلي. ثبت خلال التاريخ الحديث أن التطورات التي وقعت في المنطقة والانتصارات التي تمت هي كانت وجهة نظر كان قد سبق للجمهورية الإسلامية أن تحدثت عنها، وكان مكان من تطورات أدت إلى النتائج الواضحة لساحتنا العربية والإسلامية. لمسنا القرار الرغبة الإيرانية الصادقة للجمهورية بدعم لبنان في كافة أوجه الدعم، الدعم الاقتصادي والدعم السياسي وحتى الدعم الأمني والعسكري للجيش اللبناني بكل ما يطلبه وبكل ما يريده لمواجهة العدو الإسرائيلي ولمواجهة الإرهاب. من طرابلس إلى البقاع شاحنات محملة بالأغذية دعما للجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب. سلسلة تحركات داعمة للجيش وعملية فجر الجرود شهدها الشمال اللبناني، ففي طرابلس نفذ أهالي المدينة وقفة تضامنية في ساحة عبد الحميد كرامي على وقع الأغاني الوطنية، وقد قام عدد من الشبان والشابات بتوزيع الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني على السيارات والمارة. جئنا اليوم
من كل أنحاء طرابلس لنقول نعم للجيش اللبناني الذي يضحي بأبنائه لكي يحمي الوطن ولكي يحمي الحدود. مجموعة كبيرة من اللبنانيين اليوم الطرابلسيين اللي جايين يشهدوا جميعا أنه هن مع الجيش اللبناني. ومن مرفأ طرابلس باتجاه البقاع انطلقت شاحنات تحمل مواد غذائية كهدية من شبان طرابلسيين وعكاريين إلى الجيش اللبناني، وذلك للتعبير عن محبتهم للجيش وضرورة دعمه والوقوف بجانبه. وفي وادي خالد نظمت فعاليات المنطقة وقفة تضامنية مع الجيش، حيث احتشد مئات المواطنين حاملين الأعلام اللبنانية بحضور رئيس اتحاد بلديات وادي خالد ورؤساء بلديات ووجهاء العشائر والمخاتير وحشد كبير من أبناء المنطقة. وها هم أبناؤنا البواسل اليوم يسطرون ملاحم العزة والتضحية والوفاء لوطنهم في مكافحة الإرهاب البغيض. وفي عكار العتيقة شارك رئيس تيار القرار اللبناني الوزير السابق طلال المرعبي في لقاء تضامني مع الجيش اللبناني بحضور حشد من الفاعليات والأهالي. فلذلك نحن هلأ بهالمناسبة طبعا منحيي الجيش اللبناني والقوى الأمنية كلها في معركته ضد الإرهاب إن كانت خارج الحدود أو إن كانت داخل الحدود. وأكد المرعبي أن عكار ستبقى البيئة الحاضنة للجيش وأن أبنائها الشهداء الأبطال في طليعة المدافعين عن أرض الوطن. في نشاط بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون نائب الرئيس العراقي أياد العلاوي، مؤكدا أمامه أننا نعمل لتعزيز العلاقات في كل المجالات بين لبنان والعراق ونواجه الإرهاب وسننتصر عليه. من جهته أبلغ علاوي الرئيس عون تضامن العراق مع لبنان في حربه ضد الإرهاب، وأعلن استعداد العراق لتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال اللبنانيين. يجب أن يكون هناك تنسيق أمني وتشاور أمني وتكامل في تجميع المعلومات فيما يتعلق بنشاطات الإرهاب والتطرف، لأن هذه هي معركة واحدة وليست معركتين، ونحن نعيش في أزمة مع قوى تحاول إيقاع الضرر في مناطقنا، ولهذا التعاون سواء على الصعيد المعلوماتي أو على الصعيد العسكري أو على الصعيد الإعلامي أصبحت مطلوبة أكثر من أي وقت مضى بإذن الله تعالى. أيدنا الانتصارات ودعمناها التي يحققها الجيش اللبناني الباسل ضد قوى الظلام والإرهاب، وكما تكلمنا في مجمل قضايا ثنائية بين العراق ولبنان تتعلق في مسألة الديون التي للبنان على العراق ومعالجة هذا الأمر ومعالجة هذا الملف بشكل سريع. من بلدة علي النهر في البقاع الأوسط نقل 15 سوريا إلى مستشفى تمنين العام جراء حادث تسمم غذائي بعد تناولهم طعاما منزليا، وقد تلقوا العلاج بإشراف طبيبتي القضاء في زحل وبعلبك وعملا بتوجيهات وزارة الصحة. وأفاد الطبيب وليد عبده بأن وزارة الصحة اتخذت الإجراءات الضرورية اللازمة لمتابعة حالة المرضى ومعرفة الأسباب التي أدت إلى التسمم، لافتا إلى أن حالتهم مستقرة وغير حرجة وبعد العلاجات السريعة التي قدمت للمصابين. بعد الإعلان، أمريكا في قبضة القمر. إلى بغداد وصل وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس صباحا في زيارة غير معلنة للقاء المسؤولين العراقيين، في مقدمهم رئيس الوزراء حيدر العبادي في بغداد ورئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني في إربيل. وتأتي زيارة المسؤول الأمريكي في اليوم الثالث من معركة تحرير التلعفر آخر أكبر معاقل تنظيم داعش في محافظة نينوى شمال العراق والتي تخوضها القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. كسوف كلي للشمس شهدته الولايات المتحدة الأمريكية، لكنه لم يمر بسلام في ولايات كنتاكي.
في ظاهرة نادرة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ نحو قرن، تابع ملايين الأشخاص في عدد من الولايات الأمريكية أول كسوف كامل للشمس في البلاد من الساحل إلى الساحل، وقد تمكن هؤلاء من مشاهدة الكسوف من خلال نظارات واقية وأجهزة تلسكوب وكاميرات. وفي مقدم المتابعين الرئيس دونالد ترامب وعائلته، ولا سيما ابنته إيفانكا التي غردت على تويتر تشرح هذه الظاهرة. وهتف الأمريكيون صيحات التأثر في ولاية أوريغون لمشهد ظل القمر وهو يمر مباشرة أمام الشمس ليحجبها تماما باستثناء هالتها. وبدأ الكسوف مساره على ساحل أوريغون على المحيط الهادئ في وقت متأخر من صباح الاثنين، ووصل إلى ساحل ساوث كارولينا على المحيط الأطلنطي بعد نحو 90 دقيقة. ويعتبر الكسوف الكلي للشمس أحد أكثر الظواهر الساحرة في الطبيعة، لكنه نادر الحدوث على مساحة واسعة من الأرض. وفي حادث مأساوي مرتبط بالحدث، قتلت امرأة وجرح اثنان آخران في حادث دهس أثناء تجمع حشد من الناس كانوا يتابعون كسوف الشمس في ولاية كنتاكي الأمريكية. ونقلت وسائل إعلام محلية أن امرأة فقدت السيطرة على سيارتها ما أدى إلى اصطدامها بجمع من الناس، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في أسباب الحادث. كان في نشرتنا المرحلة الحاسمة من فجر الجرود، الجيش على تخوم النصر ومشارف الكف الاستراتيجي. استشهاد عسكري وإصابة 4 في تفكيك مفخخة في جرود عرسال. في معارك القلمون مزيد من المواقع الاستراتيجية في قبضة حزب الله والجيش السوري. جلسة مساءلة للحكومة عن سياسة الهدر والفساد. مش كأنه الشعب اللبناني مش مقتنع بشي بكل شيء عم تعمله الحكومة أول ما اجت لهلأ. سألنا التفتيش المركزي أين هي مكامن الفساد في الدولة اللبنانية وأين هي مكامن الهدر، أجاب رئيس التفتيش المركزي هي في قرارات الوزراء وإن شاء الله ما تحاسبوا عليها. نشرتنا انتهت. لمزيد من الأخبار تابعونا على موقعنا الجديد دوت تي في، وعلى فيسبوك الجديد أونلاين، وعلى تويتر الجديد نيوز. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.